قصة جدا حلوة وقريبة من شخصيتي، بس مش قريبة من شخصيتي بالأشياء اللي صايرة في المسلسل. أحس أنه مش بعيد من فايز السعيد الإنسان. الحلو في المسلسل أنه مسلسل عربي، في كذا قصة عربية، وأيضا فيه خلطة عجيبة من حيث الجنسيات، الاختيارات، الأدوار، الشخصيات اللي مختارينها. ما في شخصية مقاربة للثانية، ويايبين كل واحد فعلا على شخصيته، على دوره بالملي. يعني أنا ماني فاهمة يا أستاذ جمال، لازم الواحد يضحي بسعادتها عشان يقولوا له برافو ويصفقوا له اللي حواليها وتتزوج من واحد ما عنده فلوس؟ إذا كان في حب بين الطرفين فالتضحية واجبة. هذا الشخص هو إعلامي، يحل مشاكل الناس في الإذاعة، يعني عنده برنامج، وهذا البرنامج ضارب على مستوى في نفرض الإمارات، العالم كلها تتصل فيه. شخصية اسمها جمال، كل العالم تتصل فيه وتطرح عليه مشاكلهم، ويسمع هذه المشاكل ويناقشهم. وفي بعض الأشخاص يطلبون أن يشوفونه برا، يعني برا الشغل، فيروح لهم ويحل مشكلة كذا شخص. بس هو عنده مشكلة مو قادر يحلها، المشكلة أنه في إنسانة في نفس الشغل معاه يحبها ومو بقادر يصارحها بهالحب، وما يعرف أنها متزوجة وما يعرف أنها على ارتباط. الواحد كم مرة بيعيش مرة واحدة؟ وأنا أحبك حب نظيف، يعني بمفهومنا الحب النظيف زواج. أنا عموما أحب الدراما، ودائما أصحابي يقولوا لي ليش ما تمثل، فأقول لهم أنا أول شيء مجالي مختلف عن مجال الدراما، وخصوصا أن احنا ما درسنا الدراما. يعني يمكن الغنى كان موهبة وصقلت هذه الموهبة بجهود شخصية، يعني ما في معاهد في الإمارات ينقصنا هذا الشيء، سواء في الغنى ولا في التمثيل. فمن خلال شاشتكم أيضا نطالب أنه تصير في معاهد خاصة بالموسيقى والدراما، وكانت هذه فكرة من الأستاذ عارف الطويل أن نعمل معهد لهذا الشيء. طبعا هو صعب علي الموضوع، وأنا كنت متردد، لأنه أنت عارفة أشغالي في الاستديو، في الموسيقى، في الألحان، ما أبغي أخوض هذه التجربة والتجربة هذه تكون فاشلة. فكنت خايف منها، خايف ما تتصورين، يعني ترددت أكثر من مرة، خايف أنه الوقت ما يسعفني، وخايف أنه ألاقي نقد من الجمهور ويضيع كل اللي بنيته في المشوار الفني. بعدين بتشجيع من الأستاذ أحمد الجسمي قال لي فايز إحنا بنكون معاك، يعني خطوة بخطوة. وأيضا اللي شجعني على الموضوع الثاني وجود شذا حسون، لأنها كونها بنفس المجال فالفشل ما بيكون لي بروحي أنا. أنت واحد متخلف. صدق متخلف، لأني ما اكتشفت في يوم من الأيام حقيقتك. أنا متفائل كثير بتمثيلنا، وإن شاء الله بيكون شيء مختلف. يعني أنا بذلت مجهودي أن أكون ممثل مقنع، أوصل الكلمة أو أوصل المشهد أو أوصل الفايز على طبيعته، بس بشكل ممثل. يعني أنا أوصل هذا المشهد بس من غير تكلف، من غير تصنع. وصراحة الأستاذ المخرج المبدع عارف الطويل عنده طريقة في توصيل المعلومة، يعني ما يقول لك اقرأ وخلاص، هو يمثلها قدامك فيوصل لك المعلومة، انه يقنعك كيف توصل هذا الكلام والرياكشن، وكيف توصل تقنع اللي يشاهدك بالكلام اللي تقوله. شو صار لك يا عبير؟ شو فيك؟ خوفتيني عليك. لو اقدر اكسر الباب
وادخل اطمن عليك بس واشوفك. يعني انا قبل كنت حاتي ان مثل ما قلت لك في المؤتمر الصحفي ان اقرا الاوراق، الحين يعطوني المشهد قبلها بخمس دقائق اكتبه بطريقتي، اقرا الكلام اكتبه بطريقتي بلهجتي، كيف انا ممكن اتخيل هذا الموضوع واصيغه بلهجتي او بطريقتي انا كفايل. عفير مو بكذابه، انتوا اللي عيشتوني بكذبه اسمها عليا. مو باي واحد يقدر يخوض هذه التجربه، لازم يكون من الاساس عنده حب التمثيل، يعرف كيف طريقة التمثيل، يحب الدراما. صح ممكن تحبها، لكن كيف انت تمثل؟ يعني في ناس ممكن يقول انا بمثل بس وقت الكاميرا تلاقيه يرتجف او مو بعرف كيف يتصرف. فاساسا انا يعني اصحابي دايما يقولوا لي انت فيك يا أخي، أنت ليش ما تمثل؟ ليش ما أقولهم الواقع غير وقعداتنا غير، بس أنك تمثل وتتقمص شخصية، الشخصية اللي المفروض أنك تأديها وتقنع المشاهد، هذه صعبة. سالفة الحادثة أنت مصدقتها؟ كيف عينها متأورة وجسمها صاحي؟ تبي الصراحة؟ أنا بعد مو مصدقة، بس ايش تبيني اقول لها؟ انا مو مصدقتك؟ لا احنا ما لنا شغل، انا مجرد اسال يعني.